أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم، أي إيه؟ عثر عليهم، عثر عليهم بعد ما أخذوا أجلهم وماتوا موتة حقيقية. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. إذا إنهم عثر عليهم بعد ما يعني هم لسه فيهم في الحياة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. الجماعة اللي عثروا بقى عليهم صاحب مجرد ما عثرهم وقضي عليهم أجلهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. المسألة يعني يجب أن إيه؟ أن يؤرخ بها ويحافظ عليها، يظهر إن اللي قالوا كده وناس على مسحة من الدين. أنك دين يجب أن تبقى مثل شرود في العالم كله علشان يعرفوا قصة هؤلاء ويعلمون أن من الذي يقف جالد عقيدته ويفر بالدين الله سبحانه وتعالى ينصره ويخلد ذكره إلى أن تقوم الساعة. بنوا عليهم بنيان. قال الذين غلبوا على أمرهم، البنيان ما نبنيش بنيان كده بيطلق نعمل على المسجد عندهم حتى يسجدوا فيه. وبعدين قال بقى على الاختلافات اللي ابتدوا بقى الناس من هم كان فضول الباحثين بقى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب يعني محدش عارف، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. هنا فصل الزمين نسألوا ثلاثة رابعهم إيه وبعدين قالوا إيه خمسة سادسهم كلبهم، بس علق على هذه الحق رجما بالغيب. لكن لما قالوا وثامنهم كلب سبعة وثامنهم كلبهم ما جابش رجما بالإيه، يبقى إذا دي أكنها يعني أقرب إلى الإيه أقرب إلى الحق. ومع ذلك سبنتيهم برضو رجما بالغيب. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يبقى في ناس برضو إيه تعلمهم فلا تمار فيه يعني ما تجدلش في حاجة علمها لا ينفع وجهلها لا يضر. المهم أن يثبت أصل القصة اللي هو إيه، انهم فتش اشداء في دينهم وفروا ولم يقدر اهل الكفر والطغيان انهم يخلوهم يرجعون وراحوا وربنا عمل لهم الايات دي ومش عارف كل هذا القصه. بعد ذلك يجي الناس بقى فضول الناس يقول لك القصه دي كانت في اي زمن؟ فالايه؟ طب وفي اي مكان؟ والاشخاص دول عددهم قد ايه واسمائهم ايه؟ والكلب حتى اسمه ايه؟ طب بالله معرفة هذه تدور في القصة ولا تنفع؟ قال لك خد بالك أن القصص القرآني حين يبهم أبطاله الله يبهم الأبطال بتوعه وخليهم مبهمين، ده عين البيان لأصل القصة. يبقى الإبهام هيفيد إيه؟ بيان. لأنه لو قال دول حصلوا في الزمن الفلاني يقول لك ما في الزمن كان يمكن ان يتاتى فيه كده لانه كان كذا وكذا وكذا. طب لو قال المكان، قال لك المكان اصل كانت في حريه راي كان فيه مش عارف ايه. طب والاشخاص يقول لك دول اصلا ما تكرروش، فلان وفلان وفلان دول ما يتكرروش يا عمي، فربنا ابهمهم زمانا وابهمهم مكانا وابهمهم عددا وابهمهم شخصيات. ليه؟ ليشيع خبرهم بهذا الوصف في الدنيا، ولا في الزمن ولا مكان ولا أشخاص يتحكم في وقفة للحق. فالتقف للحق في أي زمان، إنما لو حدد زمانهم يبقى بس الزمان دي، لو حدد مكانهم يبقى بس المكان دي، لو حدد عددهم يبقى ضرور العدد دي، لو حدد أشخاصهم يقول لك دول أشخاص ما يتكررون. فأبهم الله الفتية وأبهم الله زمانه وأبهم الله مكانه لعين البيان للقصة، إن إيه؟ إن دي تحصل في أي زمان وفي أي مكان وبأي عدد وبأي شخصية. تبقى شاعت ولا ما شاعتش؟ يبقى الإبهام هو عين الإيه؟ هو عين الإيه؟ هو عين البيان. ولذلك لما يجي يقول لك يا أخي ربنا لو عايز مثلا يبين هذه أو لا ندخل في القصه كان يقول، انما ما دام ما لهاش نفس القصه وعايزين نخليها شائعه. قال رجل مؤمن من آل فرعون، لكن اسمه ايه؟
وهنا حته وعنوانه ايه شكله ايه. يقول لك ما ليش، هو المهم ان رجوله الايمان فيه، واحد رجوله الايمان فيه ايا كان، في اي مكان، في اي بقعه، باي ايه، باي اسم، كل دي. اذا القصص حين يبهم لازم تعرف ان له فايده. مثلا ربنا في سوره التحريم يقول ضرب الله، ربنا بده يضرب مثلا، وضرب الله مثلا للذين ايه كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. قال ليش هي إيه مين؟ شخصها شيء؟ ليه؟ أما قال لك هو بده يديك بس فكرة إن النبي اللي مرسول عشان يهدي ما يقدرش يهدي امرأته، فتبقى المرأة لها حرية عقلية مطلقة خلاص كده. إنما ما قال ليش هي إيه مين؟ أبو واحد. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ما قالش هي مين، بس فرعون اللي ادعى انه هي ما قدرش يخلي امرأته. يبقى مثلا العقيدة الإنسانية في الإيمان عقيدة شخصية، محدش يقول اللي ادعى الألوهية ما قدرش وقالت ايه رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالم، هي مين؟ اما بس عشان تعرف ان مهما كان هناك جبار وله سيطرة الولاية على امرأته، وامرأته عايزة تبقى مؤمنة تقدر تبقى مؤمنة اي وضع في اي وضع على واحد. لكن لما قال ضرب الله، لما عايز يقولنا على مريم ومريم ابنة عمران، مش بس قال مريم جاب اسمه، ده جاب اسم ابوها كمان، ارخ ليه؟ ليش مين جاب شخص الشخصية دي قال مريم وابنة عمران؟ قال لك لأن الحدث الذي يحدثها لم يتكرر في امرأة بعدها. بس تبقى ما لمحش هيتكرر نجيبه نشخصه، انما اللي انا عايزه يتكرر اشخصه بشيء واسيبه مبهم كده عشان كل واحد يعمل فتيه وكل واحد يعمل مش عارف وكل واحد يقف وكل واحد يعمل مش عارف. ولا تستفتي فيهم منهم احد ولا شوف بقى، شوف الرحمة، الرحمة بالمحبوب. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طب ليه ما قالهاش الأول؟ أنا أنت قلت الحكاية دي إنما ما شاء الله، ما حبش يعني يصدمه بالمسألة دي أنه خالق، إنما قال له هقبلك شغلك كذا وكذا، بس أنت ما تبقاش تقول يبقى إذا الموقف موقف رحمة ولا لا؟ زي عفى الله عنك لما أذنت له، هناك يقدم العفو وهنا يؤخر العمليه بتاعه العظه. فهناك عفى الله عنك قبل ما يقولوا ليه ما اذنت لهم، قال له احنا دي مساله منتهيه احنا عارفين عنه، انما هنا بعد ما قال له حاجه بتاعته زي ما يجي واحد يطلب منك حاجه وقد صنع معك شيئا، ما يجي يطلب منك مثلا معونه او يطلب منك حاجه وهو صنع معك شيء مش انت مش موافق عليه، تقول مش ساعه ما يجي يطلب منك حاجه يقول يا اخي انت عملت كذا وعملت كذا، ما تسدش نفسه بقى خليها كده قول له حاجتك ايه، اتفضل اتفضل، بس يعني ما تبقاش ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت، يعني افهم انك انت نسيت المشيئه ساعه ما تكتب له ان شاء الله يبقى يحصل كذا وتعيدها تاني. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، عسى أن يهديني ربي بأنني ما أبقاش أنسي وأن أجعلها لازمة من اللوازم بتاعتي في كل عمل، إن شاء الله أعمل كذا، إن شاء الله أعمل كذا، إن شاء الله إيه؟ أعمل كذا. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ونبقي برضه بده يجيب لقطة بقى السنين بقى سنين عدد، عايز يجيب مذكرة تفسيرية ليها. ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طب هو بيقولش 309 ليه كده على طول؟ ولذلك هم قالوا ايه له؟ قالوا والله انا نعرف ال 300 انما التسعة دي ما نعرفهاش. يبقوا وافقوا على حاجه وخلفوا في حاجه، ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يوم خلق الله السماوات والارض نقسم الزمن تقسيم فلكي، تقسيم الفلك دي في يوم وليوم الشمس، نعرف اليوم بايه؟ بان الشمس ايه
طلعت الشمس غرب عرفنا ليه خلاص كده. المهم ما نستطيعش نفهم من الشمس الشهر يوم يعمل لنا الهلال اول الشهر يطلع قد كده وبعدين يكبر ومش عارف ايه، يبقى انا وقت لنا اليوم بالشمس ووقت لنا الشهر بالايه بالقمر القمر يعني اللي فيه واضح ايه الهلال يعني الله. يبقى كل حاجه لها ايه لها مهمه. فانت الان لما تيجي تحسب 300 سنه اللي هم بيقولوا عليهم حسبوها بالايه بالشمس، لما تيجي تحسب ال 300 سنه بالهجر عشان 11 يوم وكذا تقول 300 تلاقيها زادوا 9، يبقى ال 300 زادوا 9 مش اصلهم 309 من اول الامر، هم اصلهم ايه عندكم 300، انما احنا في التاريخ بتاعنا ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يبقى ازدادوا ايه؟ يبقوا ازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله اعلم بما لبثوا، يعني الان ده هيختلف عن اللي عندهم. اللي ممكن انت كده ان انا ربنا عارف هم لبثوا قد ايه والتوقيتات عندي بالايه؟ بالاهله. وتجد حكمه التوقيتات انها تبقى بالاهله في الاسلام، النسك كله يبقى الحج يبقى بالاهله، اللي رمضان يبقى بالايه؟ كله يبقى بالاهله. ليه؟ قال لك لان الاسلام جاء دينا عاما. عاما زمانا وعاما مكانا. ويطلب منه نسك بيحجنا الحج. لو كان مربوط بالطقس الذي لا يتغير غير الشمسيات كان انجيل الحج في الشتاء يفضل في الشتاء، انجيل الحج في الصيف يفضل في الصيف. طيب اهل البروده اللي في بلاد برده لما يحبوا يحجوا وكان هو في الصيف ما ينطقوش، وبالعكس التانيين لما قال لك يدير المناسك يجي الحج مرة في الشتاء ومرة في الربيع ومرة في الخريف عشان كل واحد ايه يروح يناسب الطقس. اللي بيصوم رمضان لو ان التوقيت بشهر ثابت يعني بطقس ثابت كان امكان في الشتاء يفضل ايه في الشتاء، وان كان في الصيف يفضل في الصيف. يبقوا دي متعبة لأهل الصيف في الشتاء وأهل الشتاء في الصيف، يوم يلون الايه يجي مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده. ولذلك قال يا زمن وفيك كل الزمن، يا زمن وفيك كل الايه الزمن. ولذلك احنا لما حسبنا الدورة الفلكية وبعد ذلك نيجي نشوف مثلا احنا بنصلي الظهر مثلا، صلينا الظهر النهاردة اهو ساعة انت ما كنت بتصلي الظهر في ناس بيصلوا العصر، وفي ناس في الوقت ده بيصلوا المغرب، وفي ناس دلوقتي بيصلوا الايه العشاء، وفي ناس بيصلوا الايه الفجر. بل بالعكس ده في واحد بيقول الله اكبر الله اكبر بيأذن للظهر، وواحد بيقول ايه اشهد ان لا اله الا الله. اذا فلفظ الاذان ولفظ وفعل الصلاه شائع في كل اوقات الزمن وكل الوان العباده. ما يمكنش انت بتقول الله اكبر ودك بيقول ايه حي على الصلاه، وده بيقول حي على الصلاة، وده بيقول لا إله إلا الله الأخيرة، وده بيقول في الأذان، وده بيقيم، وده بيقيم، وده عمال في الوقت الواحد. إذا الله أكبر لا تنتهي، ونويت صلاة الصبح لا تنتهي، كل وقت فيه لو أدي السبب في الإيه؟ في إنه عملها بالدورة الفلكية. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب اللي بيجيب عنكم، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع. يعني ما أشد بصره ما أشد سمعه بصر المستوعب اللي بلا قانون، سمعه المستوعب بلا إيه؟ بلا قانون. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. بيقول اطمئنوا لأن الكلام اللي بقول لكم مش هيحصل فيه تغيير. ليه؟ لأن ما فيش شريك يغير عليا. اللي قلته هو اللي هيمشي. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. بعد الحكايات اللي قالها لك دعيا الجماعه اللي راحوا يسالوا وانت جاوبت له اعلم ان لك رب رصيد لك. ساعه ما يحبوا يعملوا لك مثلا مقلب انا وراك. ولذلك بقى
قول اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك ولا ايه واياك ان تظن ان العقبات التي يقيمها خصومك لك هتاثر في الدعوه بتاعتك، وانما ان ابطات فلان الله يريد ان يمحص جنود الحق الذين يحملون الرساله الى ان تقوم الساعه. ما يجيبش ناس الا اذا كانوا ايه ناضجين، فيجيب لك شويه احداث وشويه وقفات عشان لا يسمد فيها الا من لا يسمد فيها الا من مامون على حمل هذه الايه على حمل هذه العقيده. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته قال لك اه مش في حد هيبدل كلمات ما فيش اله تاني لا مبدل لكلماته لان اللي يقدر يبدل ضمير يكون اله تاني ولا فيش اله تاني يبدل، ولذلك اذا قال لك يعني تبقى انتهت. لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا اي ملجا تذهب اليه ليقول لك كذا او كذا وكذا لان حسبك الله وهو نعم الايه اولم يكفهم ان ايه كذا. نعم. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الجماعة دول بتوع أهل الصفة قاعدين ما لهمش شغل إلا الإيه؟ إلى العبادة. فنسألوا ما يقوموا يشتغلوا ولا يعملوا كذا ولا يعملوا كذا ولا يعملوا كذا. وبعدين قالوا أنت ملتفت إحنا عايزين تلتفت لنا وتسيبك من الناس. هم قالوا اصبر نفسك معه. إذا إحنا لما نيجي نشوف ناس من اللي بيقولوا عليهم مجازيب ناس منقطعين للعبادة ما نحتقرهمش. ليه؟ لان دول موازين التكامل في الكون. لما يجي واحد مثلا مهبول على الدنيا ومشروف عليها ويسيب الصلاه عشان مصلحته، يوم ربنا يبعت له واحد كده ممدد رجليه ايه وله السائل عن الدنيا دي كلها. ومن العجيب ان صاحب الدنيا دي اللي عامل تجاره وعامل مش عارف ايه تجي له ازمه من الازمات يوم يجي في روح الراجل ده يقول حد كده يقول ما انت تدعي لي ان ربنا يفك ازمتك ما انت تدعي لي ان ربنا مش عارف ايه. قال لك اه ده دول ربنا عاملهم علشان يرد بهم جماح مين؟ جماح اللي منهمكين في الدنيا، يجيب لهم ناس كده هم قاعدين ومش منهمكين في الدنيا وبالعكس اصحاب الدنيا يكونون في خدمتهم. احنا كنا زمان ودي احنا واخواننا موجودين نريد ان نصلي في سيدنا الحسين في المسجد المغرب، فحبينا نيجي نصلي المغرب، فالتفتنا لينا ومن رجال الاقتصاد الكبار رحمه الله عبد السيد جلال واحمد طعيمة موجود واحمد ابو شقره وخليفه وعطيه ان يلا نصلي المغرب. فلحم الحج سيد رحمه الله قال ايه؟ قال طيب استنى شويه من اعمل شيء، طلع فلوس من جيبه 10 جنيه واعطاها لعامل قال لي اديني فكه. فلما جاب له فكه قال له انا عايز جنيهات من الكبيره. في جنيهات طلعت صغيره وكانت جنيهات زمان كبيره. الله بقى انت عايز ايه؟ دي احسن. قام قال لي الواد المجذوب اللي في الحسين ما بيرضاش ياخد الا الجنيهات الكبيره. قمت قلت يا سلام مجذوب وقاعد وشايل اكبر رجل في الاقتصاد بانه يجيب الفلوس اللي على كيفه. ايه هذا؟ قال اهو ربنا بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. خلي عينيك فيهم كان مدد النظره من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد للمؤمن. ولا تعد عينك عنهم، اوعى تشعر ما تشوفهم تعمل كده بشيء. اسمع حط عينيك فيهم كده ولا تعد عينك عنهم، لانك ان فعلت ذلك وحصصتك تبقى تريد زينه الحياه الايه؟ زينه الحياه روح للناس اللي هم هؤلاء. انما هل كل الناس هيبقوا كده؟ لا، ربنا بس يعملهم في كل بلد واحد، في كل بلد اثنين، في كل جماعه مش عارف بس كده عشان يبقوا ايه؟ عشان يبقوا اسهم. ولذلك ده اللي خلى ناس كتير يدعوها ويعملوها نصب. لان الشيء لا يدعى الا اذا كان فيه فايده. واحد مش طبيب ويدعي انه طبيب، ده لازم الطب ده كويس. مش كده، واحد مش عالم ويدعي انه عالم، ده لازم العلم. اذا دعوه الشيء تثبت ان الشيء ده كويس ولا لا؟
ففي واحد يدعي الولاية ويدعي له مكذوب ويدعي له مش عارف ليه؟ قال لك لأنه شاف الخير إزاي؟ عرف هؤلاء رؤوسهم عن الدنيا الأصل يعني ساب الدنيا دي. فجاء لهم أهل الدنيا ساعين بخيراتهم ودي دي للشيخ ودي دي للشيخ. قالوا شافوا الناس اللي منقطعين عن الدنيا الخير كله رايح لهم. مالك طب ما تعمل الشغله دي بقى والله كويسه. فشوف دول كم عملوا ايه؟ عزفوا انفسهم عن الدنيا فجاءت لهم الايه؟ خبطت على الايه؟ خبطت لهم على الباب. أم الناس التانيين قال لك الله يقول لا لا وعمال كده وعمال بيجي يبقى الطيخ كويس يجي له السمك الكويس يجي له اللحم الكويس يجي له وربنا يدخل في قلوب الناس على الدنيا اللي هتبقى بركه. يقول لك ما تيلا نعمل بقى الشغله دي. أهو اللي خلص اللي خسر الدنيا بقى ما تيلا نعمل الشغله دي. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما هو ما يقولكش سيب دول اللي قاعدين دول عاملين مش عارف ايه الا اللي مش متذكرني. انما اللي متذكرني وتيجي حلاوة ذكرنا في قلبه ما يعملش العملية دي ويبقى كتر خير الدنيا اللي ما يعملش زيه كتر خير الدنيا اللي ما يعملش ايه زيه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكره. ودي قياسها ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ادانا حكمة اوحى الله الى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. اللي يخدمني ولا يبقاش في دار اللاني ابقى في خدمته انت وخلي كل الناس ترجع وتروح. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. طب وبيغفل قلبه عن ذكره ليه؟ لأنه في شيء بيخدم ربنا شيء يوافق هواه وما دام شيء يوافق هواه يبقى مش هيسأل عن مين؟ عن مطلوب الله. ويشوف مطلوب مين؟ مطلوب نفسه. ولذلك الرسول يقول حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إن كان هواك تبع ما جاء من رسول الله يبقى أنت إيه سليم. إن اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أمره ضياع مضيع نفسه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قل الحق جاء من ربكم. كلمة الحق جاء من الرب غير من الحق جاء من الله. لأن الكل معتقد إن الرب هو الذي خلق. ولئن سألتهم من خلقكم هو الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الربوبيه دي ما حدش بيتكلم فيها ابدا. انما الالوهيه هي اللي فيها الكلام. ليه؟ لان الربوبيه عطاء. ربك خلقك ومدك بالنعم دي بيربيك. اللي بيربيك دي زي الاب ما بيربي ابنه يبقى بيجيب لي كل حاجه له ولا لا. انما الالوهيه مطلوبها تكليف افعل دي ولا تفعلش دي. نبقى ناخد الربوبيه لان فيها مصلحه لنا ونسيب الألوهية لأنها فيها تقييد لاختياراتنا. والإنسان مش عايز تقييد لاختياراته ولذلك يلجؤون إلى آلهة لا مطلوب لها. اللي بيعبد الشمس طب الشمس طلبت منك إيه؟ العبادة معناها طاعته مع عابد لمعبود. طب هتعبد الشمس الشمس قالت لك اعمل إيه؟ قول لنا كده الله يبقى مفيش أمر تنفع. طب الصنم قال لك اعمل ايه؟ مفيش. انما لما يقول دليليه اله صنم ولا مش مطلوب يبقى ده كويس ولا مش كويس؟ اله ولا مش طلب وإله؟ وسيبني عليك على حل شعر سيبني اعمل اللي على كويس ده ولا لا؟ ولذلك كان الذين يدعون الوهيه او يدعون النبوه دائما يميلون لتخفيف المناهج. ليه؟ عشان فاهمين ان المناهج السماويه بتصعب على الناس لان فيها حجر على حريه الحركه حرية اختيار. يقول لك من خاف الدين هو الكذاب مسيلمة
لما جه عمل ايه؟ قال ايه اللي تعبكم يعني الزكي مش يلبي المال يعني هيجيب ناس ازاي؟ طب قال لك والله ده قلق كويس لان دي بقى شق على الناس. والتاني قال السجاح قالت الصلب نخففه الله. واللي بيجوا دلوقتي يدعوا مش عارف ايه تسير يقول لك اختلاف رجل المرأة لا يقعدوا ولا بعض ويتكلموا ويرسموا ويرسموا الله. يبقى دين كويس ده ولا لا؟ ليه؟ لأن الدين في النفس فطري. الدين في النفس فطري. بس الإنسان عايز يبقى متدين بس ملوش الدين ملوش طلبات عنده. يقول ينبسط قوي ويقول له ده كذا ودي ويسهلها له. لما يسهلها له يبقى ايه؟ يبقى دين ده كويس. ولذلك تتعجب ناس مثقفين وعمل الشهادات ومش عارف ايه وقالوا له واحد واحد دجال يقول لهم كذا وكذا وكذا ويصدقوه. ايه؟ بده يجذب نفسه انه على دين. وواخد راحته. وواخد ايه؟ والله يبقى دين كويس ايه؟ يبقى ايه ويبقى مياه ويبقى له اتباع ويبقى له مش عارف ايه اللي يطلعنا من الفتنه كل يوم دي. وقل الحق من ربكم. ما دام انتم مؤمنين بربوبيه وربوبيه رعايه ربوبيه خلق ربوبيه امداد تبقى بيقولوا عندنا في المثل اللي عني اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. طب ما دام انا اللي بديك وانت اللي بتاكل وانت اللي بتشرب ومش عارف ايه بتسمع ايه؟ تسمع كلمتي. قول الحق من مين؟ من الرب اللي انتم مؤمنين به. وقل الحق من ربكم. ومع ذلك اقول لهم لا جبر في الايمان. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليه؟ لان الامر عائد اليه هو. والا انكم لن تملكوا نفعي فتنفعوني ولن تملكوا ضري فايه؟ فتضرون. ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي. ولو ان اولكم والاخر اجتمعوا على اثجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي. ولو ان اولكم واخركم الى اخره اجتمعوا في صعيد واحد وسالني كل مساله. شوف الاول والاخر والانس والجن يقفوا كده في حته ويقولوا يا رب انا عايز كذا وده عايز كذا وده عايز كذا ويجيبهم الى طلباتهم كلهم. ولو ان اولكم واخركم وحيكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالني كل مساله فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي الا كمغرز ابره اذا غمسه احدكم في بحر. وذلك اني جواد واجد ماجد عطائي كلام وعذابي كلام. انما امري لشيء اذا اردته ان اقول له كن فيكون. يبقى اللي بيؤمن فلنفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه. لكن خلقي احب ان يكونوا على خير مني. انا اعطيتهم خير الدنيا واحب ايضا ان اعطيهم خير الاخره. والى لقاء الاخره.